أعزائي المشاهدين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ولقاء جديد من لقاءات المتعة، لقاءات الإثارة في عروس الدورات الرمضانية. موعد سنوي ينتظره أهالي هذه القرية في محافظة الدقهلية بدلتا مصر، حيث يجتمعون قبل موعد الإفطار لمتابعة مباريات كرة القدم في واحدة من أقدم الدورات الرمضانية، والتي يقول منظموها إنها تنظم للعام 45. الدورة دي معمولة من سنين السنين، وإحنا أجيال بنسلم أجيال، بنسلم بعض. الدورة دي بتجمع بصداقة، بتعرف مش هقول الشعوب، ولكن البلاد اللي حوالينا والبلاد المجاورة بتقربهم لبعض، بيبقى في صداقة وبيبقى في تعارف، بتطلع وبتفرخ معمل تفريخ جيد جدا لوكلاء اللاعبين وللأندية، يعني طلع من هنا لاعيبة هدافين. تجذب المباريات أهالي القرية من مختلف الأعمار، يتابعون الكرة المتراقصة بين أقدام اللاعبين، حيث لا يتاح لمعظمهم حضور المباريات في الملاعب الكبرى، ولكل منهم ذكرياته مع هذه الدورة. من حسن الحظ ان انا لعبت في الدورة دي وانا عندي 13 سنة، وكنت اصغر واحد لعب في الدورة. وزمان خلي بالك مش زي دلوقتي، زمان كانت العملية في مواهب وكرة يعني حرفنة وكلام من ده. الدورة دي بتمثل متنفس لأهل البلد على مدار العام، يعني الناس بتستنى الدورة دي كل سنة في شهر رمضان، بتبقى حاجة من روايح رمضان وحاجة كروية بتقدم فيها متعة فعلا لكرة القدم. تتشكل الفرق من الهواة، وأيضا ينضم محترفون إلى بعضها، وتشارك أيضا فرق من المدن والقرى المجاورة. دايما محرصين إن احنا نشارك على في دورة مترومي، لأن دورة مترومي بتمثل لنا زي الهواء اللي بنتنفسه، ما نقدرش يجي رمضان من غير ما نتفرج على الدورة ولا نشارك في الدورة، لأن الكورة أنتوا عارفين كلكم شعب مصر كله بتنفس كورة، فإحنا بنيجي عشان نسعد الناس. وتنتهي المنافسات في الأيام الأخيرة لشهر رمضان، ويحصل الفريق الفائز على كأس للدورة، وهو لقب يظل يفخر به حتى يدافع عنه في الموسم المقبل. الشعبية والتنافسية هما أبرز ما يميز الدورات الرمضانية التي عادت للانتشار مجددا في المحافظات المصرية، حيث تمثل فرصة للشباب لممارسة الرياضة وخطوة أولى لاحترافها، وأيضا تمثل فرصة للجمهور للاستمتاع بمشاهدة الساحرة المستديرة على الهواء مباشرة. من قرية مترومي بمحافظة الدقهلية، أحمد حسين، الحرة.